ناخد بيه، عايز اعين قيمه المحصله بكام وقيمه الاف المجهوله دي. خلاص عندي القوتين، واحده راسيه واحده افقيه، هنبدا نحلل القوه اللي موجوده عندي ديت، تبقى عباره عن اف في 5 على 13 و اف 12 على 13. نبدا باول حاجه، بقول ان المحصله بتمر بنقطه بي، ده معناه ان سمشن مومنت عند البي بيساوي صفر. اقف عند النقطه دي واحسب العزوم. اول حاجه المركبه دي عزمها بصفر، هيبقى لي 30 ونص بتدور عكس عقارب الساعه، المسافه الراسيه اللي هي 3 دي مع عقارب الساعه يبقى سالب 36، المسافه اللي هي 1.5. طب والاف دي بتدور مع عقارب الساعه يبقى سالب اف ب 5 على 13 المسافه دي، هو مديها المسافه كلها 4 وده 1.5، يبقى لي ده كام؟ 2.5. ده كله بيساوي صفر. طبعا قيمه الاف، اطلع الاف بتساوي 39 نيوتن. يبقى عندك المحصله عشان نجيبها هنحسب ار اكس، مين المركبات اللي في اتجاه الاكس؟ عندك سالب 30.5 ناقص اف 12 على 13، يعني سالب 30.5 ناقص اف اللي هي 39 في 12 على 13، يطلع معاك الار اكس سالب 66.5. طب الار واي، مركبات الافتجاه واي 36 ناقص اف 5 على 13، يعني 36 ناقص 39 في 5 على 13، يطلع معاك الار واي 21. يبقى اتجاه الار عبارة عن سالب 66.5 في اتجاه الاي زائد 21 في اتجاه الجي. عايز تحسب مقدار المحصلة، يبقى المحصلة بتساوي جذر تربيعي، ركبت الاي تربيع زائد ركبت الجي تربيع 6.7 نيوتن، الزاوية 6/3 تقع في الربع الثاني تساوي 17 نيوتن.